مزيان هكا مزيان. ها السلام عليكم كثير اخوتي، لبس عليكم بخير، تكونوا ان شاء الله كم بخير وعلى خير. اليوم جيناكم فيديو جديد كيف ما العاده، كيف ما كتعرفوا يعني في كل نهار السبت ان شاء الله كنحط لكم فيديو، واليوم غيكون الفيديو يعني سبيسيال وزوين بزاف. غنعاود لكم شي حوايج اللي ما عمركم سمعتوها. بعد اول حاجه قولوا لي مبروك تريكو، هانتوما شو قولوا لي كي جاكم. راه تقريبا التريكو ده عندي لي تقريبا شحال شي عامين هو عندي، ولكن اول لبسه لي. اكيد اللي غتجي غريبه ان التريكو عندك عامين اول مره غتلبسو، ما يمكنش. نقول لكم يمكن، مع كتعرفوا الناس عندهم بزاف ديال الحوايج، وهذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. هو شحال الناس بزاف عندهم بزاف ديال الحوايج وما كيلبسوهمش بزاف، ولكن واحد النقطه عرفتي عاد من كاينه عند الدريات عند البنات، كتلقاها شاريه سروال وتريكو اليوم لابساه، غدا كتلقى عند صاحبتها كيداروا ليها الله اعلم. علاش اقترحت الموضوع هذا؟ لان ملي كنت نقرا في الايام ديال الدراسه ديالي انايا كانوا الدريات سبحان الله كيتبادلوا بالحوايج. انتي كتبادلي بالحوايج، لكن كنتي كتبادلي ماشي دابا، دابا تكوني كبرتي، المهم ما علينا ودرتي عقلك. الا كنتي انك كتبادلي بالحوايج هبطي لي كومونتير وكتبيها ليا دابا، انا عارفك غتهبطي غتقولي كلامك صحيح. وكانت اي بنت يعني اي بنت كانت كتلقى شي وحده صاحبتها لابسه شي تريكو ولا شي سروال ولا اونصوبل، داكشي كامل من الصباط حتى للشعر، كتقول لها خليه ليا غدا باش تمشي بيه غدا للمدرسه. ما يمكنش، هي اليوم مشات بيه للمدرسه والاخرى غدا غتمشي بيه للمدرسه. علاش؟ انا كنهضر معكم هادشي عن تجربه، يعني شفت داكشي بعيني وكل شيء عرفته. واحد نقطه واحده اخرى عاوتاني، الدريات ما تيبغيوش انهم لبسه وحده يمشي بها جوج مرات للمدرسه ولا ثلاث مرات للمدرسه، خاص اليوم لبسه وغدا لبسه وبعد غدا لبسه. علاش؟ باش تبان. اييه باش تبان يعني كلاس، وكتبان على صحاباتها وحده كتبان على وحده. هاد الشيء يعني كونتر ديال الدراري، الدراري عنده عاديه اللي لبسوه هو هذاك، يعني ماشي غير يعني البعض اللي لبسوه هو هذاك، كاين البعض يعني كاين اللي كتلقاه في مانا تلقاه في مانا هو لابس قميجه وسروال. ماشي كل شيء، ما كنعممش يعني، كان فيما تنقول لكم يعني البعض من الدراري، ماشي كل شيء. ماشي شي واحد عندي لي كومونتير يقول لي لا كتكذب يا احنا الدراري، كاين وكاين، وكاين واحد من واحد اخر ربي معاه الله يعاونه، مساكن ما بحالهمش ما عندهمش يعني هذيك اللبسه اللي عنده، راه تلقى عنده جوج لبسات ديال المدرسه هي اللي كيلبسو. دابا شحال من واحد فيكم نتوما يقول لي انت شنو كنتي كتلبس؟ نقول لكم شنو كنت تلبس. لا الاكثر اللي كان عزال عليا كلاس، يعني كنت ديما صباط كلاس سروال قميجه، هذا هو اللبس ديالي ديال ديما. شنو نقول لكم، بعض المرات كنت نلبس الشورطات هابطين الركبه، وكنت ديما كنلقى مشكل فين في المدرسه اللي كنت نقرا فيها اللي هي حجي، كنت نلقى المشكل كبير شنو هما مع الحارس العام. اجي انت علاش لابس الشورت؟ حنا القانون الداخلي ديالنا ما خص الانسان انه يلبس الشورت، بالفعل القانون الداخلي ديال المدرسه ما خصش الواحد يلبس الشورت، تيرجعني تمشي نلبس السروال ونرجع عاوتاني للمدرسه. وهو النيت اللي كان كيعطيني الورقه ديال الدخول، هي الورقه ديال الدخول ونرجعها عاوتاني للدريات. صراحه كاين البنت اللي كتقلق من صاحبتها صاحبها من شي واحد ما كتبغيش تهضر معاك، مثلا انا قلقتها وكانت صاحبتي ولا كانت كتعرفني ولا كان ولا كان ولا كان، ما تبغيش تكلمني ما تهضرش معايا كاع. علاش؟ لانها تجربه. نقول لكم واحد التجربه اللي قديمه، واحد النهار كنت تخاصمت مع واحد السيده بدون ذكر اسماء، تقريبا بقينا غاديين في الطريق لمده ديال نص ساعه، والله ما قالت كلمه وحده. علاش؟ لانها عندها واحد الميموار ديالها في شكل،
هذه غنجيكم وغنعاود عليكم قصة كبيرة وطويلة بزاف، غندير فيها فيديو حلقة كاملة إن شاء الله. علاش؟ لأن بحال ديك الشخصية، مش هنقول لكم قليلة ولا ما كايناش، لا كاينين منا عدد بزاف، ولكن ديك الشخصية يعني سبحان الله فريدة من نوعها. ما عمرني طحت شفت شي شخصية بحال هذه، تقدر تكون بحالها بزاف، ولكن ديك الشخصية لحد الآن مازال ما لقيتش بحالها، لا من الفرح ديالها لا من الغضب ديالها، عندها فرح شديد والغضب الشديد، بلا ما نقول الاخرين شي حاجة اللي بزاف. صراحة ما كذبش عليكم، انا جاني الصهد اللي قلت لكم مازال ما تبحرتش، البحر مازال ما تبحرتش بصفة نهائية، ولو انني خدام حدا البحر، انا خدام حدا البحر، ما بيني وبين البحر غير شانطي، بامكاني انني نسالي الخدمة ومشي نتبحر. كذا يقول لك وما يمكنش انت حدا البحر وما تبحرش، وهذه وهذه ايه، انا مازال مع اعتذر، مازال ما عنديش يعني شو نقول لكم، ماشي القدرة ولا لا لا، ماشي القدرة لا، يعني بامكاني انني نمشي ونعوم. انا تقريبا كل عندي واحد السيستيم ديال كل نهار، عندي تقريبا كل نهار الخميس تنضربها بجرية بالليل، تقريبا من 7 ديال العشية حتى 9، تقريبا شي جوج سوايع ديال الجري، هذه عندي في كل نهار الخميس، من شحال هذه من كل نهار الخميس وانا تنجري بالفعل. يقول لك اي علاش زعما كتجري غير نهار واحد هكاك، حيت ما نقدرش نجري الايام الاخرى. علاش؟ حيت لو جريت الايام الاخرى من غير نهار الخميس بالليل، لا غدلين غنصبح مدقدق وما في ما يخدم، بالعكس انا كنبغي نمشي للخدمه نكون ناشط في الخدمه. علاش؟ باش ديك الفلوس اللي كنشدها انا نحللها، بالعكس وحده اخرين تمشيو للخدمه انهم تينيني. وهنا باش غنسالي كلامي، ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب وديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو وتدعموني، انا عارف قليل اللي غادي يوصل لهذه المرحله هذه، عارف انا بامكاني انني كل نهار كل نهار ندير فيديو نحط فيديو، ولكن وخا انني غادي نحط فيديو ما غيتفرجش فيه بزاف الناس، ونقول لكم يعني شي واحد لا تفرج شي واحد في الفيديو انه يبارطاجيه ويدعمني، ولا كان عارف شي قناة ولا شي باج ولا شي صفحة يحطني فيها، راكم معزاز في القلب. تلاو